كيف ترى وضع السعودية بعد اعتقال الوليد بن طلال؟ هذه التغييرات جاءت لمصلحة أفراد بعينهم في الأسرة الحاكمة. لن تكون هناك تغييرات جذرية في النظام الحكم السعودي، جاءت بالتعاون والتنسيق مع الحليف الأمريكي الاستراتيجي، فهي لن تؤثر بشكل عام على السياسة الخارجية لأمريكا، وإنما سوف تقوي بعض الأشخاص وتقوي نفوذ لبعض الأشخاص. هي أبدا ليست لمكافحة الفساد، يعني هل هذا الفساد جاء فجأة بين يوم وليلة؟ إنما هو بالتعاون والتنسيق مع الحليف الأمريكي لتقوية أفراد بعينهم. والله شوف، بالنسبة لهاي الشغلات يعني سواء بتكون صارت بالسعودية أو بسوريا لاعتقال شخصيات بارزة بالدولة أو أغنياء، فهي سياسات دول، فإحنا بدك الصراحة يعني ما عندنا هذاك العلم عن الأمر. يعني في عندك شقين، إما بتكون هذا الأمر يعني يساووه مشان يزعزعوا أمن السعودية وهذا العالم وكل العالم ضده يعني هذا الشيء، أنا كإنسان كمواطن يعني ما بريدش اللي صار فيه يصير بالسعودية مثلا أو بغير دولة عربية، أو الطلب الثاني إما بيكون إنه الوليد بن طلال يعني قاعد يقدم شيء مش راغبة فيه السعودية. للأمير وليد بن طلال، إحنا مثلية مثل باقي الشعب، إحنا ما سمعنا بهالاسم يعني إلا بالإعلام كأنه ملياردير سعودي. لكن بالنسبة لموضوع اعتقاله، فأني بشوف إنه إذا كان فعلا عليه تهم فساد وتهم غسيل أموال وتهم اختلاسات من أموال الدولة، فالاعتقال يجي بوقته. أما إذا كان الاعتقال هو تنفيذ لأوامر أمريكية كما سمعنا مؤخرا على الإعلام، فأعتقد بأن الاعتقال سيأتي بأمور سلبية على المملكة. بصراحة أتوقع إنه هاي خطوة باتجاه الفتنة التي ستقوم على خراب السعودية، وأنظر حاليا بمنتهى الصراحة للسعودية على أنها سورية أخرى وليبيا أخرى وتونس أخرى كمان، أو بالأحرى سورية وليبيا أخرى. بصراحة هذا مفتاح للفتنة الذي سيقوم على خراب المملكة العربية السعودية.